الاقي فك. جماعه اللي هم على باب الله ظروفهم زي الزفت. بص لنا بس يا عمال حاج الجو عامل ايه معاك؟ والله تعبان. بتعمل كام يا حاج في اليوم دلوقتي؟ 150 200 بالعافيه. ولما كانت الدنيا شغاله 700 800. يعني انت بتنزل تجيب من الناس 700 جنيه في اليوم؟ بلمهم جنيه بنص جنيه يعني مش بديهم معاك. شغال بقى في منطقه ايه؟ انا كل يوم بروح بلد. كل يوم بتروح بلد؟ النهارده كنت فين يا حاج؟ الناس البخله اللي ادوك 150 بس، كنت في انهي بلد النهارده؟ انهي بلد بخيله؟ كنت في برك الخيم. والله العظيم يا جماعه برك الخيم ما فيهاش فلوس. في الايام الجميله والمواسم والاعياد ايه الدنيا؟ الواحد ممكن يعدي ال 40,000 جنيه في يوم. بقول لك ايه؟ بتشغلنا معاك يا عم. اول مصحف الشريف. يا عم وربنا يشغلنا معاك يا عم. انا شغال دلوقتي ب 50 جنيه في اليوم. اه والله وب 12 ساعة بنشتغل 12 ساعة ب 50 جنيه في اليوم. اللي انا جايب دول لاني انا تعبت جامد. ليه؟ الدور عمال ده 150 جنيه. من الدور والله عمال الف. طب ما حلو يا عم 150 جنيه. ما كفتنيش كفر بارك الخيم. خدت نص المحتملية معايا وانا جاي ماشي. على كده يا حاج انت ماسك كام منطقة بقى؟ ثواني اشوف بس الراجل الشحات ده بيعمل كل يوم 700 جنيه. ثواني يا عم. طب المنطقه الراكن اللي معاك اللي واحنا بتبرز معاك ايه هي؟ الاشحب بقى. اه والله انها شكلها كده روح نشحب. حاجه 300 اليومين دول. انهي بلد بتبرز؟ المنوفيه حبيبي. يحيى المنوفيه. المنوفيه يحيى المنوفيه. اوسخ ناس في البلد. لا ده اكرم ناس يا جدع بتزم المنوفيه. 26 30. والله يا حاج الله يقويك. والله يا حاج انا اقول لك ربنا يعينك يا رب. تقول له يا عم هاني بقى تقول له ايه؟ ربنا يقويك يابا. ربنا يديك الصحة يا عم الحاج وتلم لنا 40,000 زي ما بتقول كده. بتلم كام 1000؟ وادي النهارده الشحات في اليوم 150 جنيه و700 جنيه. شكرا. صورة بقى عم هاني ما جنب الراجل جنب صورة بس معاه. طيب معاه صورة سيلفي كده. صورة مع الراجل. خش يا عم هاني. طيب.